وهنا قطر أيها الإخوة، هذه قطر التي تحتضن هذا الشعب الأبي العظيم وهذا الأمير المبارك. هذه تكبير تكبير تكبير. بدنا نزلزل الأرض من تحتينا. من فلسطين تحية، من فلسطين تحية، لا قطر الأبية ولا قطر الأبية. لا 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 مش صوت نعمة المظيوم، مش هذا الصوت، بدنا صوت أعلى من هيك. لم طول الصعايب، بدنا صوت أعلى من هيك. وابن فلسطين تحية ولا قطر الأبية ولا قطر الأبية. تكبير. نعم هذه قطر منذ الأمير الوالد حفظه الله، وصار على إثره وفي سيرته شيخ الأمير تميم الذي زار الأمير الوالد حينما زار غزة وكسر الحصار السياسي عن غزة، وأخذ القرار بإعادة إعمار غزة. وقطر أيها الإخوة، منذ بدأ الحصار وبدأت الحروب على غزة وهي تقف في قلب غزة وفي قلب القدس ومع الشعب الفلسطيني الأبي، كما تركيا، كما كل العالم العربي والإسلامي.